ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتكم قناة هيلب ميت وين، ومع فيديو جديد ومع منصة جو ترانسكريبت. ومنصة دي طبعا بتقوم بالتفريغ الصوتي للملفات، سواء اذا كان ملف صوتي او فيديو، الى تكست الى كلام بيكون مكتوب، وتبدأ من اول $150 الى $1215 على هذه المنصة. وللعمل على هذه المنصة طبعا انت بتسجل دخولك عادي جدا، وهتفتح معاك صفحة زي دي كده. بعد ما تسجل دخولك وتفعل حسابك هيفتح لك الصفحة الأساسية بالذهاب إلى أسفل الموقع بمنتهى البساطة، ويضغط على كلمة ورك اللي هي العمل. بعد ما تضغط على كلمة الورك العمل هيفتح لك صفحة جديدة، وصفحة جديدة فيها فيديو، والفيديو بيقول لك هاو تو جوين، وبعد كده باتجاه إلى الأسفل والأبلاي ناو، وبعد كده حدد اللغة الإنجليزية. يبقى أنت كده بتدخل امتحان اللغة الإنجليزية. طالما بعد نحل الأسئلة كده مع بعض ونشوف الليلة بيكون فيها إيه. اول حاجه، الاسئله دي اسئله كويز، ولازم تجاوب 100% من هذه الاسئله بمنتهى البساطه. فاول سؤال بيقول لك الفول فيرب تام دازنت انكلود، لا تضمن، وطبعا بيتضمن السلانج وورد والبيتيشن والفيلر وورد والسبيتش اير والسلاتر والفورس اللي ستارت، وبالتالي النون هي الاجابه الصحيحه، لان طبعا الفول فيرب تام بيتضمن الحاجات دي كلها. ولو ضغطنا على كلمه الجايد لاينز اللي هي دي وفتحنا القواعد وبصينا في اول قاعده هنا، هتلاقي الفول فيرب تام في اول قاعده هتلاقيها موجوده. وان التكست انك اذا تكست از ترانسكريبت اكزاكتلي از ات ساوند اند انكلود اول الترنس اوف سبيكر، كل حاجه تتقال هتكتبها، وبتضمن السبيتش او اخطاء في الكلام وفي الستات والفيلر وورد والسلانج وورد والسلاتر والريبيتيشن، وبالتالي شرح القواعد دي كلها موجود في صندوق الوصف في فيديو بيكون منفصل. بدأ السؤال الأولاني. السؤال الثاني بيقول لك which sentence is correct and capitalized correctly clean verb tam. طبعا الكابيتال بداية لازم تكون كابيتال، وبالتالي السي والدي استبعدتها لأن الاي سمول، هيبقى عنده منافسة ما بين الاي والبي، فالبداية بتكون كابيتال. وخلي بالك اللي هي كولد ان كابنت، ولكن كلمة جوت تو وفي جوتا بي، طبعا جوتا لا، لازم اي ما تلاقي كلمة جوتا لازم تكتب كلمة جوتو في طبعا في الكلين فيرب تام. ولو جينا للكلين فيرب تام اللي هو اهي اللي هي دي، وبصينا على القاعده بتاعه الجوتا اللي هي دي، طبعا في جوتا في طبعا اهي كلمه جوتيو اللي بدل من كلمه جوتشا، وجوينج تو بدل من كلمه جانا، ووانت بدل من كلمه وانا، والحاجات دي كلها، وبيكوز بدل من كلمه كوز الى اخره اتسترا. فخلي بالك من هذه القواعد. بعد كده السؤال اللي بعد كده، يو شوت رايت نمبر از في طبعا في الايدج والماني والميجرمنت والماثماتيكال ايكويشن اند فورمولا واليرز اند ايرس، بكتب الحاجات دي كلها في صيغه التوقيتات الزمنيه، وبالتالي دي الاجابه هي البي والسي والدي والاي والاف، والنمبر ماست بي سبيل اوت، فهي اجابه بتكون خاطئه. ولو جينا للقواعد الخاصه بالنمبر، لو نزلنا تحت كده ونشوف النمبر مكتوبه فيها ايه، النمبر فين اهي. طبعا احنا بنعمل فين الماني ويرز اند ايرز والايدج والبرسنتج والميجرمنت والماثماتيكال ايكويشن والفورمولا والبيبل والفراكشن والبوستر كود والفون نمبر والكومباينيشن، تمام. وخلي بالك ان سبيل اوت سنجل ديجيت نمبر يوز نيوميركال فور اول يوز نمبر 0 والنون وال10 اند سو اون، يعني الارقام من 0 ل 9 من صفر طبعا لحديت التسعه تتكتب كتابه اسبيل، ولكن من اول العشرة وانت طالع تتكتب طبعا ارقام عاديه. بعد كده السؤال الرابع، جينا از ا فريند فروم بولندا، صديق من بولندا، طبعا هتبقى الاي از ا فريند، ما ينفعش اي حاجه ثانيه. بعد كده اي ادور يو اند يور سمايل، ابتسامتك، فالاجابه هي البي. بعد كده السؤال السادس بيقول لك اف سبيكر ميد ا جراماتيكال ايرور، ده من الاخطاء الاملائيه او في الجامعه لا يتم تعديلها في هذه المنصه، وتتكتب بنفس الخطا، وبالتالي اي سو وان شيلدرن زي ما هو قالها بالظبط، خلاص فالاجابه هي البي. بعد كده السؤال السابع بيقول لك هاو شود ابريفيشن اند كونست لوك، طبعا اليو اس دي والبي اتش دي هي الاجابه اللي بتكون سليمه، ما ينفعش اكتب يو والاس والاي واكتب دوت بينهم، او اكتب دوت بعد كلمه البي اتش دي، ودي بتلاقيها موجوده من ضمن القواعد. لو انا بصينا بصه كده عليها، هي فين القاعده بتاعتها، هي فين اهي. فقال لك رايت يعني اكتب يو اس دي وبي اتش دي، ورونج ما تكتبش اليو دوت يو اس دي او بي اتش دي وبعد كده الدوت، خلاص ده القاعده بتاعتها وهي القاعده 16. احنا ما نجيبش حاجه من عندنا، كل حاجه موجوده في القواعد، بس انت تقرأه كويس والدنيا تبقى معاكم تمام. ساوند ميد نوت باي ذا بيرسون سبيكينج، لو بنفس الشخص في السيم لاين، لو شخص تاني في ديفرنت لاين، فالاجابه هي الايه. بعد كده السؤال التاسع بيقول لك ذا كوركت فورم اوف دايركت كوتيشن از، طبعا هي سيد وحط قامه، هنا حط قامه وهنا حط قامه، ولكن هنا
بدأ بكلمة اي ما فتحش دبل كوتيشن، هنا ما فتحش فاستبعدنا الدي والاي، وهنا ما عملش قامة بعد كلمة السيد فاستبعدنا السي، وبالتالي منافسة ما بين الاي والبي. هي سيد وفتح قامة وكلمة ايام في لانسر. خلي بالك ان الدبل كوتيشن بتحوي الدوت، ما ينفعش احط الدوت بعد الدبل كوتيشن، وبالتالي البي استبعدناه، فالاجابه هي الاي. بدايه الجمله بتكون كابيتال، بعد كده الكاما، افتح دبل كوتيشن، بدايه الجمله الثانيه بتكون كابيتال، وبعد كده انهي الجمله بالدوت، وبعد كده اقفل بالدبل كوتيشن، وبالتالي الاجابه هي الاي، هي السليمه. بقول لك وات از ذا كوريكت واي تو، طبعا الفوس ستارت بدايه خطا. قلنا من الحلقات السابقه كلها اي بدايه خطا او اي تصحيح في الكلام حط اتنين ناقص بدون مسافات بينها وبين الجملة الأولى، وبعد كده اكتب الجملة التانية وصحح زي ما أنت عايز تصحح. وبالتالي I went to، حط اتنين ناقص، I slept well last night، أنا ذهبت إلى، وبعد كده حط اتنين ناقص وعم عدل كلامه تاني اللي هو أنا نمت كويس الليلة الماضية، I slept well last night. وبالتالي الإجابات، السؤال الأولاني الإجابة هي الـ E، السؤال الثاني الإجابة هي الـ A، السؤال الثالث هيكون الـ B والـ C والـ D والـ E and F، وبعد كده السؤال الرابع هيكون الـ B، خمسة هيكون الـ B، ستة هيكون الـ B، سبعة هيكون الـ B، تمانية هيكون الـ A، تسعة هيكون الـ A، 10 هيكون الـ B، بالضغط على confirm عشان نبتدي حولنا إلى الامتحان الصوتي. طبعا لو إجابتك مظبوطة بنسبة 100%. حولنا الامتحان الملف الصوتي، يبقى كده اتاكدنا من الاجابه بتاعتنا مظبوطه بنسبه 100%. كليك يمين على هذا الملف الصوتي واقول سيف الاوديو والاس، هبتدي احمله على الديسك توب اليوم 19/11، فهنكتبها كده 19/11/2022، ده اسم الملف على الديسك توب، هنعمله سيف. وبعد كده احنا طبعا لو انت عندك امكانيات كبيره جدا في اللغه الانجليزيه فانت مهمتك انتهت حتى هذه اللحظه، لان انت هتسمع النص ده وهتكتبه هنا. طب انا لو ما عنديش امكانيات في اللغه الانجليزيه هنعمل ايه؟ ما فيش امكانيات، هنبتدي نستخدم وسيله مساعده، ولكن لازم نشيك على النص من خلال الاوفيس من الاخطاء الاملائيه الموجوده وبعض القواعد الخاصه بالجايد لاينز. بيتذهب الى منصه الاوتر، وده منصه تعمل بالذكاء الصناعي، هتسجل دخول وفعل حسابك عادي جدا، وانا مسجل بايميل عشوائي، والمنصه دي مدفوعه وليست مجانيه، ولكن هيديك 3 ملفات مجانيه تعمل بيهم تيست زي ما انت عايز، بالضغط على الامبورت، بعد كده اضغط على امبورت عشان نحمل الملف، وبعد كده هيقوم بعملية التفريغ الصوتي. طبعا هديك 3 ملفات بتكون مجانية لأن المنصة بتكون مدفوعة. هنحمل الملف ونستنى ما يحمل ومين يعمل ترانسكرايب بعد التحميل. هنعود إليكم ولكن بعد الفاصل، تابعونا. بعد كده بالذهاب الى كلمه جو تو ترانسكريبت عشان نسمع الملف الصوتي والدنيا ماشيه ازاي، نستنى شويه كده. طبعا اقول لك اللو اوديو كواليتي، طبعا عارفين ان الكواليتي اقل ما يمكن، ولكن تعالوا مع بعض نسمع ونشوف الليله فيها ايه. هنعلي الصوت بنسبه 100% بالنسبه لعندي، ان طبعا الصوت بيبقى واطي جدا، ونسمع ونشوف. This audio is used for the transcriber test at Go Transcript. Okay, well Steve, I'd like to ask you how your day was. I understand you had some problems with a machine. Can you tell me about it while I do the dishes? Start talking. So, well, between the balancing machine, we found out that the load sensors on the left side and right side of both work by swapping the cables. But the indication on the screen still shows no load values in grams on the left side. I inspected the circuit board to see if there was any loose connections on it. But we know it's a current loop load cell that may be transmission connection, but normally that will show an error in the signal won't actually show you anything. This is trying to show us something, but it's not the correct value. And then coupled with that, the timing on the weight and balance is now going to turn it at 90 degrees off axis from where it should be. So if it's supposed to be 0 degrees by 12 o'clock. Now, if it's 0 degrees at 12 o'clock, we put the imbalance weight there and it shows it at 90 degrees instead of it. Zero, and if I put the weight at 90 degrees, it shows it at 180 degrees, etc. So there's a definite problem with the
get Hoffman America out there to do a calibration on the units. They'll at least look at it, but since I think the data acquisition board is having a problem, we've actually looked on eBay and found one at a low price, but it's a really good revision. And it will still need to be calibrated regardless. Let me interrupt you to ask you a quick question. How much do you think that this might cost the company? Well, to get the service tank out, they quoted us $4,000. Okay. And the board might be, I don't know, $2,000, $2,500 on top of the service tank coming out. So might be $6,500, $7,000, $500. Wow. I could buy a nice used Toyota, huh? Yeah, maybe. You could. Actually, in some places you can get a nice car for that price. Yeah. Still working. A Celica or an Edsel? An Edsel? Yeah. Working? Maybe not. Well, you know, we can dream, can't we? You know, to dream, possibly. Finding a car that works for $8,000. Well, nine out of 10 car lovers would love to have an Edsel in working condition, so I've heard from Jay Leno's garage. But I didn't hear that report. I'm sure that I'm not one of the nine out. I must be the one out of the 10 that doesn't. Okay. So there's nine other people that do. That could be. Well, thank you for telling me all about your day, and I'm sure that the future transcribers of Go Transcript will appreciate it as well. This audio is used for the transcriber test at Go Transcript. طبعا وبكده يكون النص طبعا هنا بيكون انتهى بهذا الشكل. طبعا هنيجي وعلى ثلاث نقاط دول وهنعمل اكسبورت لهذا الملف بمنتهى البساطه، وبعد كده هنقول اكسبورت على الديسكتوب. هبتدي افتح الاوفيس بتاعي وهعمل سيلكت اول للملف ده، هعمل اوبن ده عشان نيجي نعدل. خلي بالك ده التعديل عشان الناس الجديده اللي في الموقع اللي لسه متابعينا في القناه جديد، وهعمل سيلكت اول وابتدي اخد الملف ده كله كوبي. تمام، وتعالوا مع بعض كده نفتح الاوفيس ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. بعد كده عوده من جديد، احنا كده عملنا كوبي سيلكت اول وبعد كده حطينا نسخه اوفيس بالشكل ده كده. خلي بالك طبعا السبيكر 1 او ذيس اوديو از يوزد فور ترانسكريبت اسال جو ترانسكريبت. بالنسبه لدي انا مش محتاجها، همسحها اول حاجه لان هي ما بين اتنين متحدثين، والحاجه الثانيه في النهايه خالص نهايه الملف ده اللي هسيبه لك. طبعا هسيب لك الملف قبل التعديل وبعد التعديل. القطر ده انا مش محتاجه، وبالنسبه للسبيكر ده ان ذيس از يوزد فور ترانسكريبت مش محتاجها لانها ليست من ضمن نطاق الترجمه. هيمسح الاثنين دول لان ملهاش لازمه. هنيجي بعد كده بمنتهى البساطه نشوف الحاجات دي. ففي طبعا ستيف وفي متحدث اللي هو الاولاني، احنا مش عارفين اسمه بيكون ايه. مفيش حاجه اسمها النون هنا، هلغي واقول ان ده سبيكر 1. يبقى احنا كده معانا سبيكر 1 ولازم تبقى بولد بالشكل ده، والواحد هيكون بولد يبقى ده سبيكر 1. وطبعا سبيكر 1 وبعد كده مسافه حط 2 دوت، وبعد كده هيبتدي يقول اوكي والستيف. تمام، يعني طبعا انت هنا بس تعديل مسافات مش حاجه. والمتحدث التاني اسمه ستيف، يبقى في اتنين كده بيتكلموا مع بعض، والمتحدث التاني مش ده هيبقى اسمه ستيف. تمام، understand I would like to ask you understand. طيب ده بالنسبة للجزئية الأولانية، فأنا معايا كده متحدث واحد سبيكر 1 ومعايا ستيف. ولكن تعالوا مع بعض كده نظبط شوية حاجات موجودة هنا. وقبل ما نظبط هنا احنا مسحنا اللي احنا عايزينه. بعد كده بنعمل ايه؟ بعد كده علم على واحدة كنترول ايه، وتعالوا مع بعض كده ناخد النص ده كوبي. تمام، ولو حبينا نعمل ديليت نعمل ديليت مفيش مشاكل، ولكن النص معانا كوبي. وتعالوا الى صفحة الامتحان. طبعا الامتحان بيقول ان هو عايز without type stemming، يعني مفيش توقيت stemming، وعايز صيغة الكلين verb tum. هبتدي اعمل لصق لهذا النص موجود هنا بالظبط. تمام، ده عشان نسمع الدنيا ماشيه ازاي. فاول حاجه تمام قولنا سبيكر 1 This audio is used for the transcriber test at Go Transcript. Okay, well Steve, I'd like to ask you how your day was. I understand you had some problems with a machine. Can you tell me about it while I do the dishes? بس هنيجي هنا
تمام، وبدأ ان هو يتكلم او هي اتكلمت اللوب ده كله. بس ساكت. طبعا دي هتتشال وهيجي على كلمة ستيف بالشكل ده كده. I would like to talk to you. تمام، وكمان كملتش كلامها يعني كمان هتشال، والاي دي هنطلع اللي فوق ده كمان. I understand. بس كده يبقى سبيكر 1 بيقول ايه؟ بيقول لك اوكي طبعا ويل ستيف، حسن ستيف، I would like to ask you how your day was. I understand you have some problem with a machine. Can you tell me about it? تمام، اعتقد ده هو السبيكر 1. طبعا ستيف، ولكن تعالوا كده مع بعض نسمع النص ده تاني. ده يا جماعة اسلوب النص عامل ازاي عشان الناس بتطلب مني. This audio is used for the transcriber test at Go Transcript. Okay, well, Steve, I'd like to ask you how your day was. I understand you had some problems with a machine. Can you tell me about it while I do the dishes? تاني. About it while I do the dishes. بس دي بقى تعالى عندها هنا. طبعا حصل فيه دوشة. بس حاجة هنا وهعمل كنترول زائد كي، كنترول كي، اقول ان هي ان اوديبل. وبعد كده قالت له يو ستارت توكينج. بعد كده طبعا هي اتكلمت سبيكر 1 كمان، اتكلمت في هذه الجزئيه، قالت له يو كان توك زي ما احنا سمعنا. هنقوم جايبين دي كده بالظبط كده وحاطينها هنا. وسبيكر 1 قالت ويل balancing machine. بدا ان هو يتحدث عمك ستيف. وبالنسبه لستيف هنيجي هنا بالشكل ده كده بمنتهى البساطه، وهنعمل كوبي وحاجة على السبيكر 1 ده اللي هو النوت ده، وهسميه ستيف وحط الاثنين دوت يا جماعة. والستيف بتكون بولد. الستيف هيكون البولد. طيب ستيف هبتدي ان هو يتحدث بالشكل ده كده. ده بالنسبة لستيف. انا قلنا ب 100 كلمة او 500 حرف من 3 ل 4 سطور، وده كام سطر كده بالنسبة للجراف الطويل ده؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، تخليهم كل 4 سطور. يعني انا ممكن اجي من هنا من عند كلمة value and كذا، يعني ممكن 1 2 3 show you anything to show us degree of degree as you انا واحدة شوك at 0 degree. ممكن نيجي من هنا ونقسم باراجراف تاني جديد واقوله ان ده بس يا ستيف، وبعد كده هنقول هنا بيكون ستيف. بعد كده هنقوله ستيف. تمام، ممكن بس نسيب مسافة كده بين دول اللي قبلها ومسافة بين دول دي. ده يا جماعة أسلوب الترجمة. يبقى احنا هنا نسيبك من الأخطاء الكتابية، هنحطها تاني في الأوفيس ونعدلها. احنا بس قسمنا الباجراف. بعد كده الدقيقة 2:12 دقيقة بدأ إن هو يتحدث. نمسك من أول الدقيقة 2:12 دقيقة كده. أيوة. Let me interrupt. ده مين؟ ست الهانم اللي هي بتكلم وبتكلم ستيف، اللي هي let me interrupt، إن هي هقطعك في الكلام، صح الكلام؟ طيب هاجي هنا وأقول إن هي السبيكر 1 اللي بيتكلم، فقالت له Let me interrupt you to ask you a quick question. How much? How much do you think that this might cost? Company to get. سؤالك لحد هنا. Service tag. يبقى انا هاجي من هنا بعد كده والسبيكر ده هيتمسح لانه نفس المتحدث. هي قطعته في الكلام. بس يا معلم. نطلع
كويت شانس او ماتش بس كده. وهنا في نهاية السؤال حط علامة الاستفهام لان ده سؤال بس. يبقى ده سؤال، ده بالنسبة لسبيكر 1. فهو بدأ ان هو ستيف يتحدث بعد كده، حط ده كوبي. بعد كده شباب ايه اللي هيحصل؟ عمك ستيف جه وهيبتدي ان هو بدأ ان هو يقول تو جيت. Board might be, I don't know, $2,000, $2,500 on top of the that service tech coming out. So might be $6,500, $7,000 now. Wow. بس حدث هنا ماشي. وبعد كده هي قالت كلمة واو. يبقى هنا هلغي هنا الأنون دي. بس. وهاجي هنا هبتدي أطلع بالنص بتاعي. توجد سيرفيس اباوت كذا زي كويك 4000 دولار. بعد كده اوكي اند فوت 2500 اوت اوف هكذا يعني حوالي ده طبعا رقم هو نطقه طبعا اون توب اون ذا سيرفيس كومباني. وبعد كده ادت واو. فده طبعا هيبقى سبيكر 1 اللي بقى هي تتحدث. طبعا لو لها اسم كنا كتبناه تمام. فهي قالت مين؟ واو. هل بعد ما قالت واو اللي حصل بعد ما قالت كلمة واو؟ واو. هو ايه؟ ماشي. بعد كده يا بقى بتتكلم بس بس بس, بس. طبعا واو اي كود باي كذا كذا. فطبعا هتبقى معاها ال 241 دي، هناخدها بالشكل ده كده. و بس يا معلم بعد كده هنطلع دي فوق اي كود باي انايس تويوتا تمام. وقال طبعا يا اللي هو ستيف اللي قال صح الكلام. هناخد كده ستيف بعد كده نحط هنا ستيف. وبعد كده ستيف قال له يا ميبي. طبعا الاثنين ده طبعا باقيين عايزين نبعد شويه. واو. بس طبعا هنلغي المتحدث ده وهاجي من هنا بمنتهى البساطه. سلام عليكم. بعد كده ميبي تمام. ده بالنسبة للسيف. وجت بعد كده البنت اللي بتتحدث اللي هي السبيكر 1 بقت تدخل معنا تاني في الحديث. بعد كده هي اتكلمت بعد كده ده تبعها تكمل الكلام بتاعها تمام. بعد كده قالها يو نو تو دريم كذا. ده طبعا ستيف اللي بدأ يتحدث بعد كده بمنتهى البساطة. نحط هنا ستيف ان هو بدأ يتحدث. وهنشيل الانون دي نطلع بالشكل ده كده. بالنسبة للتفريغ الصوتي يو نوت دريم ذات كذا 999. بعد كده اصبحت اللي هي سبيكر 1 بدأت تتكلم تاني. طبعا نشيل الانون سبيكر ده ونحط سبيكر 1. وبدأت ان هي تتحدث تاني. Working conditions, so I've heard from Jay Leno's garage. I didn't hear that before. بعد كده زين بفور انا بدأ ان هو ستيف ونجي هنا استنى شوية كده. I don't hear. I'm not sure that I'm not. طبعا سبيكر 1 تاني هذه الجزئية. We can dream, can't we? You can get a nice car for that price. Yeah. Celica or an Edsel. An Edsel? Yeah. Working? Maybe not. Well, you know, we can dream, can't we? Yeah.
Finding a car that works for $8,000. Well, nine out of 10 car lovers would love to have an Edsel in working condition, so I've heard from Jay Leno's garage. بس هنا بقى ستيف قال لا انا ما سمعتش الكلام ده قبل كده. ده ستيف في الحديث. طبعا ناخد النص ده كده بالشكل ده. ده اللي قاله ستيف. قال ان انا ما سمعتش الكلام ده قبل كده. I don't hear I فينا I انا مسحناها ليه؟ طبعا ده I وبعد كده لما قال before جت بعد كده السبيكر 1 ده المتحدث ده جه بالشكل ده كده وخدها كوبي وبعد كده هنقوم عاملين ونقول كلمة لفية ضحكت. فاحنا عايزين لكن الضحكة اللي هنا كانت سوفت لف. تعالوا نشوف هنا الضحكة بالنسبة للقواعد الفيب تايم بنعملها ازاي بمنتهى السهولة. الضحكة هنا اللي هي سوفت لف بتتكتب فين؟ طبعا هي بتبقى كلها سمول. احنا انا حافظها يعني هي كلها بتبقى سمول وبتتكتب كلمة لف عادي جدا مفيش ادنى مشكلة. ولكن انا عايز اجيب لكم القاعدة عشان انتوا بتحلوا الامتحان بعد كده يبقى الدنيا ماشية معاكم. القاعدة هنا فين؟ فين القاعدة بتاعت السوفت لف؟ اهي لو قهقها بتكتب كلمة كوتنج وطبعا كلمة لف ده هي بتتكتب يا جماعة هي كلمة لف دي او شيكلس يعني هي ضحكة كده خفيفة سوفت لا سوفت لف كده ضحكة خفيفة وهنا امد ضحكة فتتكتب كلمة لف. تمام يبقى احنا يبقى انا كتبت كلمة لف. نسمع. So would love to have an Edsel in working condition so I've heard from Jay Leno's garage. بعد كده هي ضحكت لسبيكر 1 وبعد كده الستيف بدأ ان هو يكمل كلامه من ضمن المحادثة بمنتهى السهولة. معلش out of the 10 that doesn't طبعا the 9 other people that do that could be. Well, thank you for telling me all about your day and I'm sure that the future transcribers of Go Transcript will appreciate it as well. This audio is used for the transcriber test at Go Transcript. وبعد كده it is week 1 سيب هنتكلم وبعد كده هي اتكلمت في الاخر الموضوع بتاع الاوديو اذا كذا كذا ما ينفعش ان احنا نعمله وبعد كده هنا خلاص هي كده ستيف ريبت تمام از ويل از خلاص. يبقى احنا كده النص احنا كده عدلناه. بعد كده بنعمل ايه؟ هاخد كده سيلكت اول بمنتهى البساطه واخد كده كوبي وبعد كده نتجه الى الاوفيس تاني من جديد عشان لو في اخطاء ولا حاجه نصلحها. يبقى ادي شكل النص. النص طبعا اختلف 360 درجه. طبعا الحاجات دي طبعا هنظبطها كلها بالنسبه للمقاسات والحاجات دي اللي هي 8-1 هنا خلاص ما فيش ادنى مشكلة. وبعد كده المسافات دي هنظبطها هناك ستيف. طبعا ستيف هنظبطها كده تمام. وكلمة زازة ما فيش اعادة احنا يعني شغالين في الكلين في البطام فممنوع ان انت تعمل ريبيتيشن. فهي هو قال لك على مساحة واحدة يعني نفس المعنى ما فيش حاجة اسمها زازة هو مساحة واحدة خلاص. طبعا كلمة اور اللي هي او ان ذا وايت or in the white. طبعا دي طبعا مهمتك انت يعني انت مهمتك انك تسمع تاني النص وتشوف هل هي in white side قالها ولا ما قالهاش. ده شغلك انت بقى عشان وقت الفيديو ما تطولش عليكم. طبعا الحاجات دي كلها اللي هي تشيزي والاكس اوف اكس دي هتبقى بالشكل ده ما فيش ادنى مشكله في مسافه عشان الاخطاء. طبعا كلمه سو في كوما اعتقد في كوما هنا قبل وبعد بالنسبة لكلمة الصو في كما بعد صو وهنا في كما بعد صو ده ما فيش أدنى مشكلة. وكلمة company هتبقى كاتب بالشكل ده واو اي فهي واو كما اي ما فيش أدنى مشكلة. وستيف عمل نقطتين وقال يا وهنا الواحد نقطتين ما فيش مشكلة. وهنا أيضا الواحد المسافة ما فيش أدنى مشكلة هنصلحها. وبمنتهى البساطة كلمة الاي دي هي هتبقى اي ايدنتي هير وهنا طبعا هيبقى 1
هنا طبعا هيبقى ستيف، وهنا هتبقى طبعا الواحد بمنتهى البساطة. I didn't هتبقى I didn't بالشكل ده، وهنا هيبقى ال1 اللي هو اللف، والاي هنا هتتظبط بالشكل ده. طيب يبقى احنا كده عدلنا بشكل كبير جدا في النص. الخلافات ما بين كلمة اللي هي الاوف اكسس دي مكتوبة غلط، هي المفروض تبقى اوف اكسس. تشيزي مفيش مشكلة فيها، وهنا طبعا ستيف هنعدلها بالشكل ده. تمام. الواحد خلاص هو اتعدل قبل كده، اعتقد النص هيكون بالشكل ده. وانت كمان بشغلك الزيادة ممكن تشيك على هذا النص كمان من منصة زي جاملي، ممكن تشيك على هذا النص او من اي منصة تانية، ممكن تاخد النص ده وتشيك عليه شغلك انت الزيادة اللي هيخليك تعمل شغل بيكون محترم. انا كده ساعدتك بنسبة كبيرة جدا في النص، وده شكل النظام الجديد او النظام انت لازم تتبعه في موضوع التفريغ الصوتي. طبعا بتيجي في النهاية بتاخد ده كوبي بعد طبعا ما تعدله في منصة تانية زي جاملي او اي منصة تانية. خلي بالك اخطاء النحوية ما تعدلهاش، لو هنا في زي كلمة ايزنت او الاخطاء دي انا ما جيتش شامتها لان لازم اسمع الفيديو تاني، وبالتالي انا هسيب لك الحتة دي. هل هو اف زي ارن تنطقها كده ولا ال ايزنت؟ تمام. الحاجات دي مهمة جدا، وده موجودك انت بقى في البيت ان انت تصلح الحاجات دي كلها. ولكن انت بتيجي في النهاية وبعد ما تخلص الموضوع ده كله بتيجي على النص في النهاية وتقوم عامل بيست لهذا النص، وبعد كده يا باشا بتقوم جاي في النهاية خالص وتقوم عامل كلمة send it for review بعد ما بتخلص، وبكده يكون تم اعتماد امتحانك. هيجي لك thank you for applying والسنة 30 يوم، وقال لك you finish the mean the test. طب انا هاجي هنا والنص اللي هو بعد التعديل ده هسيبه لك ايضا، هحفظه لك وهسيبه لك ايضا في صندوق الوصف. هنعمل له سيف. تمام بالنسبة للنص ده. اتمنى ما تكونش طولت عليكم الفيديو، بالتوفيق طبعا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.